جمهور الزمالك يقلق بعد خسارة النهاردة، ولا دي حاجة واللي جاي حاجة تانية لما بتتكلم على نهائي الكونفدرالية؟ حسابات مختلفة، استعدادات مختلفة، تشكيلة مختلفة، فبالتالي مفيش داعي للقلق. لا، اي جمهور في العالم فرقته بتلعب قبل النهائي او ماتش مصيري وبتلعب قبلها ماتش، لازم تقلق طبعا، لازم تقلق بعد الهزيمة بعد بالتحديد. الهزيمه طبعا اوكي. بالتحديد. انا داخل على النهائي، لازم اقلق. فرقتي كان لازم تكسب. ثقه المكسب في حد ذاتها للجماهير دي حاجه كويسه، حاجه صحيه اصلا للفرقه ذات نفسها. ثقه المكسب لما تكون هو فوق الكرة الليكس بنقول لك المكسب بيجيب بيجيب مكسب. مكسب. صح. احنا في الكرة بيقول لك المكسب بيجيب العوامل النفسية. وانت بتخش الماتش وانت كسبان وعامل نتيجة إيجابية، وهتلاقي أوضة اللبس نفسها فيها روح معنوية عالية. يعني اقصد ان المجهود اللي هيبذل من الجهاز الفني خلال الايام المقبلة قبل مباراة نهضة بركان هيكون مجهود مضاعف بعد طبعا. الهزيمة تحديدا. طب ده ممكن كده؟ تكون، وممكن وعلى تكون، الصعيد النفسي ممكن كمان. تكون رب الذرات النافعة زي ما بيقولوا. برضه دي تركيز وجهة يزيد، نظر. تركيز يزيد، صح. الشراسه تزيد. لا انا النهارده، لا انا اتقرصت من سموحه، انا هلعب نهضه في بركان، وضع مختلف خالص. هتلاقي الاستعداد بتاعت اللعيبه، بتاعت الجهاز الفني، بتاعت الجماهير كلها تختلف. وخلينا برضو نتفق على حاجه، ان رغم كل اللي عمله جوميز النهارده، لو الزمالك كان كسب ممكن اغلبنا ما كانش يقول الكلام اللي احنا قلناه، خمسه كتير والسبعه كتير. ولا لا، كان ممكن تقول ان الراجل الكرة جازف، بس في الاخر الكرة نجح. صدقني والله يعني هي الكرة برضه معطيات، هتقول هو عمل، يعني هو هتقول عمل تجربه ونجحت، هتقول شحاته ده اكتشفناه في الباك رايت. ايه ياسر حمد ده لا بس سجل لا جدا. ثاني بس، ما هو كان ممكن الزمالك يكسب وشحاته مش كويس في مكان في مركز الباك رايت، بس المكسب اداري، بس المكسب اداري. مظبوط المكسب اداري مظبوط. كنت هتشوف له دي الحاجات وارد. الصغيره الكويسه اتفق معاك، وهتتلاشى معاه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. ياسر حمد انا شيء، خلي بالك انا يمكن اقول لسه كنت عايز اسالك السؤال ده. انت مدافع، ده لعب معايا، لعب عندي في المصري وانا مدير كوره. بجد كنت موجود في التوقيت ده؟ كنت موجود. تقييمك ليه ايه؟ انا هقول لك على معلومه مش عارف صح اللي انا قلتها ولا غلط، قول بتاع الكلام ده. يعني انا اتسالت من حد في نادي الزمالك على ياسر حمد قبل ما اتعامل معاه. لا من مين دي ما ينفعش. مسؤول يعني في النادي؟ يعني يعني اتسالت عليه، وصفت ان انا كنت مدير كوره وعارفه كويس جدا. فحد كلمك قال لك ايه رايك في ياسر حمد؟ في ياسر حمد قلت له لا ما ينفعش نادي الزمالك. قلت له كده ما ينفعش نادي الزمالك، ما ينفعش نادي الزمالك. لعيب كويس، لعيب كويس. هل اتناقش معاك في الفكره؟ طب ليه ما ينفعش؟ طب ايه مميزاته؟ ايه اتكلمنا. قلت له هو مندفع اجريسيف على الكوره، مش عارف الطباع اللعيبه المصريه يعني، او حتى التحكيم المصري ما يعرفش عامل ازاي، او حتى الاجواء المصريه. لعب عندنا في المصري، انا شفت الحاجات دي وهو موجود في المصري. يعني دايما لما هتلاقي الفيرود بيستلم، هو هتلاقيه جاي من ورا يروح عنده اندفاع، يروح عامل معاه فاول. يعني خد انذار النهارده في نص الملعب ولا ليه لازم؟ ده اندفاع. ولا ليه حسن حسن لما لف بالكره بالظبط، فاهم؟ ولا ليه لازم؟ الهدف لو انت مقرب من حسام حسن ومنعت الدبل باص ان هو يتعمل، التول اللي اتعملت، خلي بالك حسام حسن عمل النهارده، انا ما عملش دبل باص كده، بس ما كانت عملت له ووقف عليها، وقف استنى واحده وراح لعيبه وراح لعب التانية. طب انت كمدافع النهارده فين؟ فعنده مشاكل كبيره جدا يعني. لا يعني انت شايف ان هو ما ينفعش او لا يصلح لنادي الزمالك من وجهه نظرك؟ في التوقيت ده لا يصلح، بعد كده ممكن بقى مستواه يتطور حاجه تانية. خلي بالك كمان كان مصاب اصابه يعني كبيره جدا يعني. وهو في المصري؟ لا وهو كان لاقي الرساب المصري وراح قطر على ما اعتقد، لعب هناك. فاكر انت الاصابه بتاعت لارسون لما انكر رجله التانى اللي هو اللاعب السويدي؟ هي نفس الاصابه. يعني كسر مضاعف، كسر مضاعف، قعد فتره كبيره كمان ما بيلعبش، كان في قطر. فانت انت كمان في الوقت ده انت محتاج اللعيبه الجاهزه في الزمالك. هو ولا محمود علاء؟ انا شايف ان محمود علاء، محمود علاء، محمود علاء. خلي بالك الاثنين عكس بعض. يعني محمود علاء الريتم بتاعه اهدى شويه، بيعمل الكفر كويس، بس محمود علاء انا شايف ان فتره اسوريو ممكن تكون مأثر عليه لغايه دلوقتي، لان اسوريو دايما كان بيلعب معاه شوط ويروح مخرجه، شوط ويروح مخرجه على طول، دايما كان بيعمل كده. والمساك بس ما خدش دقايق خالص حتى مع هي قناعات، قناعات بس اعتقد بعد ماتش النهارده ممكن تلاقي بيغير دخل. طبعا ممكن يفكر فيه يعني. طيب